بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بيكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات أيزو ستاندرز مواصفات الأيزو. هنستكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة آخر حلقة من مواصفات 19.0.11 ل 2018 الخاصة ب جايدنس أو دليل المراجعات على نظم الإدارة المختلفة، وهنستكمل النهاردة إن شاء الله آخر جزء من بند 7 الخاص بكفاءة وتقييم المراجعين Competence and Evaluation of Officers. هنتكلم إن شاء الله على أربع موضوعات مهمين جدا. هنتكلم على إزاي نحط معايير تقييم المراجع اللي هي بند 7.3 خاصة بـ Establishing Audit Evaluation Criteria، وهنتكلم على إزاي نختار الطريقة المناسبة لتقييم المراجع اللي هي 7.4 Selecting Appropriate Auditor Evaluation Method، وهنتكلم على تنفيذ تقييم المراجع 7.5 Conducting Auditor Evaluation، وهنتكلم في الآخر على آخر نقطة اللي هي الحفاظ على كفاءة المراجع وتحسينها بشكل مستمر اللي هي 7.6 Maintaining and Improving Auditor Competence. أول نقطة اللي هي 7.3 Establishing Auditor Evaluation Criteria، إزاي أحط معايير لتقييم المراجع. طبعا مهنة المراجعة من المهن الصعبة جدا اللي بتتطلب مجموعة من المهارات ومجموعة من الخبرات المتراكمة عشان يقدر المراجع يؤدي عمله، إن هو بيزور شركات ومؤسسات مختلفة. فإحنا بنستخدم طريقتين في التقييم. طريقة بتبقى كواليتيتيف خاصة بمتابعة سلوكه ومتابعة أدائه ومتابعة تنفيذ عملية المراجعة وعملية التواصل مع الأطراف المختلفة، سواء الناس المسؤولة عن المراجعة، زمايله، العميل نفسه، وتصرفاته في المواقف المختلفة وبالذات المواقف الصعبة، وكفاءته في إتمام عملية الأوديت وكتابة التقرير. كل دي بنقيمها بشكل عام بنسميها كواليتيتيف. في كوانتيتيتيف محددة اللي هي بنشوف فيها الشهادات العلمية، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، شهادات التدريب المختلفة سواء تدريب فني أو تدريب خاص بمواصفات الأيزو والحاجات المرتبطة بيها زي ما اتكلمنا قبل كده، خبراته في الصناعات المختلفة اللي هيتأهل على أساسها، وخبراته في مجال المراجعات، عدد المراجعات، عدد الشركات المنحة اللي هو اشتغل من خلالها. طبعا وكل شركة مراجعة بيبقى ليها استاندر أو ميثودولوجي، ليها طريقة معينة بتقيم بيها المراجعة بتاعها حسب سياسة الشركة وحسب السيستم اللي هي حاطه. بعد كده نخش النقطة اللي بعد كده، ازاي اختار الطريقة المناسبة اللي اقدر فيها اقيم بيها اداء الاوديتور اللي هي بند 7.4 Selecting Appropriate Auditor Evaluation Method. طبعا في طرق كتيرة جدا بنستخدمها في عملية تقييم أداء المراجع. الطرق دي كل طريقة لها مخرجات معينة أو أوتبوت معين أنا بعتمد عليه، بيديني رؤية معينة. يفضل طبعا إن أنا أستخدم أكتر من طريقة. طبعا كل طريقة لها وقت وليها مرحلة معينة، مينفعش يبقى عندي طريقة واحدة بستخدمها في كل المراحل في كل الأوقات. مقدرش أعتمد على طريقة واحدة عشان أخد إجمالي فيدباك أو تقييم نهائي على المراجعة، لازم أستخدم أكتر من طريقة، لأن كل طريقة بتديني زاوية معينة من زوايا كفاءة ومهنية المراجع نفسه، بحيث أخد حكم صحيح على الأداء بتاعه والكفاءة بتاعته. زي مثلا مراجعة الريكوردز بتاعته، إن أنا الفايل بتاعه أو لو هو مراجع جديد براجع بقى شهاداته العلمية وكورساته والأماكن اللي أخد فيها وخبراته والكلام ده كله. مراجعة الوثائق دي بتديني فكرة عامة على تاريخه في الحياة العملية وخبراته، بالتالي أقدر أحطه في المكان المناسب اللي يتناسب مع خبراته. تاني طريقة حتة الفيدباك أو التغذية العكسية، إن أنا باخد رأي الناس فيه،
من اول الناس مسؤوله عن الاوديت بروجرام، تنفيذ عمليات المراجعه، الباك اوفيس اللي بينظمه، الاوبريشن مانجر مدير العمليات، زمايله الاوديتي نفسهم العملاء اللي بيراجع عليهم، وطرق مختلفة بستخدمها سواء سيرفي، كوتشينيرز، أسئلة، بكلم الناس، بستقبل إيميلات، الشكاوى، كل الحاجات دي كلها، أو إن أنا أنزل أتفرج عليه وهو بينفذ مراجعة. كل دي فيدباك باخده من طرق مختلفة، بس في الآخر باخد فيدباك على إيه أداؤه. الوسيلة التالتة هو انترفيو، أنت بتقعد تتكلم معاه، تناقشه في خبراته والمواقف الصعبة، طب عمل ايه، طب لو الموقف ده هتعمل فيه ايه، فبتناقش معاه في مواضيع مختلفة بمهنية عالية، وأسئلة قوية وبروفيشنال ومتنوعة، بقدر منها أتعرف على شخصيته من خلال الأسئلة والأجوبة، من خلال هو بيحكي عن تاريخه، فبتقدر تقيم شخصيته وتقيم طريقة تفكيره. الاوبزرفيشن عملية الملاحظة، ان انا احضر الاوديت واتفرج عليه وهو بيأدي، احضر بنفسي بقى واتفرج عليه وهو بينفذ عملية المراجعة من أول opening meeting جلسة الافتتاح لغاية الكلوزنج meeting، وإزاي بينظم وقته وبينظم شغله وإزاي بينزل audit وبيطلع ملاحظات والكلام ده كله. في طريقة بعد كده اللي هي التستنج، اللي أعملهم امتحانات كل شوية عشان أتأكد إن المعلومات لسه صحيحة عندهم، لسه فاكرين، ومع الوقت ساعات بينسوا مع ضغطة الشغل والحياة والكلام ده كله، فمن وقت للتاني لازم نعملهم امتحانات عشان أتأكد إن هو بيراجع على طول المعلومات الأساسية اللي اتعلمها في دورات الليد أوديتور، والمبادئ والقيم اللي احنا بنتكلم عليها، وشوية اختبارات ازاي تحديد انكم في ساعات. مع الوقت الناس بتنسى بعض حاجات أساسية، لكن الامتحانات دايما بتخليهم دايما ايه، بتأكد ان هم عند الليفل المطلوب. اخر حاجة اللي هي البوست اوديت ريفيو، ان هو بعد ما بيعمل الاوديت بيبعت لي التقارير بتاعته، بنسميها الباكج، التقارير بقائمة الحضور، بحالات النون كونفورمتي وازاي قفلها، بيبعت لي كل حاجة، بعد انا بقى قايم الكلام ده كله وأشوف طريقة كتابته، اللغة، النقط اللي مطلعها، جودة التقرير وقوته والحاجات دي كلها. فدي طرق مختلفة بستخدمها، بستخدم في مواقف، بستخدم في مواقف مختلفة، وبستخدم فيها أكتر من طريقة تساعدني على تقييم أداء المراجعة. بعد كده عملية التنفيذ نفسها اللي هي 7-5 Conducting Auditor Evaluation، طبعا بناء على كل اللي أنا جمعته في الـ نتيجة اختيار طريقة أو اتنين. دايما بنستخدم على الأقل طريقتين أو ثلاثة في تقييم المراجع في فترة معينة، بكل المعلومات بقى اللي أنا بحصل عليها بعد ما أنفذ عملية المراجعة، عملت معاه انترفيو وراجعت الدوكيومنتس بتاعته ونزلت حضرت مع اوديت وشفت الاداء بتاعه، بقى عندي ان عندنا تقارير معينه بنكتبها على اداء الاوديتور، بقارن كل ده بقى بالكرايتيريا اللي محطوطه في بند اللي اتكلمنا عليها في بند 7-2-3 خاصه بالنوليدج والسكيلز، المهارات والمعلومات. ولو حسيت ان الاوديتور نسي شويه حاجات او في نقط ضعف معينه او محتاج يقوي نقط معينه، بنعمله شويه، بندخله امتحانات الجاهزه اللي بتبقى موجوده على سايت التعليم، او بحجز له دوره في مكان ما، بس اتاكد ان هو بيقفل الجاب اللي هو اللي هي ناقصه عنده. بعد كده نخش على اخر نقطه اللي هي عملية المحافظة على كفاءة المراجعين بشكل مستمر وتحسينها وتطويرها على طول. طبعا زي ما احنا عارفين مفهوم التحسين المستمر اللي احنا بنعلمه للناس كشركات منحة، المفروض ده احنا نطبقه على نفسنا، ان فقد الشيء لا يعطيه. مينفعش واحد بيعمل اوديت معايا من 10 سنين وهو زي ما هو خلاص، فلازم على طول اطور، ان الدنيا بتتغير، اللي النهارده ده احدث حاجه بكره هيبقى
اوبسليت، ملهوش قيمة. لو في طريقة معينة بنشتغل بيها بكرة الطريقة دي متنفعش، وهكذا. خلاص، فدايما الاوديتور كشخص لازم هو يتابع نفسه ان هو ده انسان ناضج فيه الكفاية ان هو يطور نفسه بشكل او باخر. لازم الاورجانيزيشن اللي شغال فيها تبقى حريصة على ان هي تطور الناس شوية من خلال الخبرات المكتسبة من بعض المهام، من خلال التدريب، من خلال الكوتشنج، خلاص، من خلال ان هو يحضر ميتينج، ورش عمل، الحاجات دي كلها، كل او انشطة مختلفة، كل دي بتساعده ان هو يطور اداءه ويكتسب معلومات مختلفة. طبعا الناس المسؤولة عن تنفيذ عملية الاوديت لازم تحط في اعتبارها الميثودولوجي اللي هي بتطور بيها اداء المراجعين وبترفع مستوى كفاءتهم في الشغل بما يحقق مصالح الشركة، وبتخليها دايما البرفورمانس على الاوديتور على اعلى مستوى موجود. طبعا التحسين المستمر ورفع كفاءة الاوديتور من الناحية المهنية بنحط في اعتباره نقط كتيرة. طبعا التكنولوجي بتاعت الصناعة نفسها، لو انا شغال عندي خبرة في صناعة معينة بشكل تقليدي والصناعة دي تطورت بقى في أجهزة حديثة، يبقى لازم الأوديتور اللي هو متخصص في الصناعة دي لازم بديله دورات على النيو تكنولوجي عشان يبقى مواكب العصر. طرق أداء الأوديت في الظروف المختلفة، كلنا شفنا في مرحلة كوفيد ابتدى يحصل حاجة اسمها ريموت أوديت، ففي أوديتور يقول لك أنا ما أعرفش أشتغل على التيمز، أنا ما أعرفش غير لازم أقعد على المكتب وأفتح الورق وأراجع، خلاص مش قادر يستخدم التيمز، ما عرفش يعمل برزنتيشن، ما عرفش يكلم الناس على التيمز، هو بقاله 20 سنة فيزيكالي يروح يقعد عند الناس ويلف في الأرض وكده. لما جينا نقول له طب تعالى اتدرب خد كورس، هو مش قادر يستوعب هذه التكنولوجي. فدايما لو مستجدات كتير لازم نعود الأوتونوم يستخدموا وسائل مختلفة في عملية المراجعة، لأن دي عملت لشركات كتير مشكلة إن في بعض الأوتور أكفاء لكن غير قادرين على استخدام التكنولوجي واستخدام الكمبيوتر، او بيستخدم الكمبيوتر بس بيفتحه ينور، راح فاتح فايل الوورد او فتح الابليكيشن بتاع الاوديت ويكتب تقريره، وساعات يقيس الزرار كده يبقى بصبع واحد بيدوس على الكيبورد. ده غلطة منه شخصيا، هو ما بيطورش نفسه، وغلطة من الشركة ان هي سابته. فدايما اي تكنولوجي جديدة، سوفت وير جديد خاص بيسهل عمليات المراجعة وعمليات البرزنتيشنز والكلام ده كله، لازم انا على طول ابقى اهل الاوديتورز بتوعي يبقوا على طول ايه مواكبين للتكنولوجي. لو المواصفات حصل فيها تعديل او تغيير يبقى لازم انا ادخل وادي الاوديتور دورات في الجاب او التعديل اللي في المواصفة دي، بحيث اللي يبقوا قادرين ان هم يعملوا عليها مراجعة بشكل جيد وبشكل قوي. اي متغيرات من اي متغيرات من النواحي الفنيه او العلميه لازم ابقى حريص ان المراجعين بيقوموا بيها، وبزودهم بالمعلومات اللي خاصه بالتكنولوجي دي بشكل مستمر، بحيث احافظ على طول على كفاءتهم وأدائهم لغاية الوقت الحاضر. بكده يبقى احنا خلصنا آخر جزء اللي هو الجزء 13 ونهاية دورة 19.0.11 وبند 7 الخاص بكفاءة ومهارات المراجعين. أتمنى أن تكونوا استفدتوا، ورحلة ال 13 محاضرة كانت شيقة، وإن شاء الله نشوفكم بإذن الله في دورة أخرى من دورات قناة أيمن إبراهيم التعليمية، ومواصفة جديدة وموضوع جديد. نشوفكم على خير إن شاء الله، ولو زي ما تعودنا أي حد ليه أي سؤال يكتبوا لي في التعليقات وأرد لكم عليه. معكم أيمن إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.